أنا المواطن رافي أحمد العبد السلطان، أعول أسرتين يتكونوا من 12 نفر. طبعاً مهنتي الوحيدة في الدنيا هي الصيد، تقريباً إلي 22 سنة صياد. عملنا في الصيد ببلش من الساعة 5 صباحاً اللي هو الفجر، طبعاً بنضل الساعة 10 في الليل. بقدرش أشوف أولادي أنا، يعني بروع الدار بلاقيهم نايمين، بصحى الصبح عشان أكون أموري وأطلع على مهنتي بلاقيهم نايمين. فوقتي في الصيف محدود. بالنسبة للشتاء، طبعاً الشتاء أنتوا عارفين جو بارد، وقت قصير جداً جداً جداً، البرد قارص جداً جداً جداً، فأموره صعبة جداً. الحسكة أنا كمان بقدرش أعدي فيها. ليش؟ لأنه فيها عطل. سبب العطل كان من اليهود. في البحر العالي بقدرش أعدي، لأنه ممكن إذا أنا عديت تقلب فيها الحسكة وانقلبت تتعب منها. بعدين في البحر الواطي يعني إيش بتعدي؟ بعدي 200-300 متر بقدرش أكمل، لأنه فيها عطل، فيها خراب، بدها تصليح، بتكلم، لأنه فيش إمكانيات إني أنا أصلح وأسأل، فيش مساعدة من أي إشي، لأنه اللي أنا بجيبه من البحر في هاليوم أو في هاليومين أدوب يكفي الأولاد. بتمنى من الله إنه يكون عندي حسكة مطور، لأنه حسكة المطور للأمانة بتريحني. أنا طبعاً بروح منها لكل يوم، أحياناً بروح على المستشفيات لوضع عضلة الإيد من كتر التجديف، وبعدين بتريحني في السرحة بدري والمروح بدري، بس بشوف أولادي يعني أنا بتأمل من الله إنه يكون عندي حسكة.